العد التنازلي انطلق ووهران تحت الأنظار. الملعب الأولمبي، مضمار ألعاب القوى، المسابح، مركب التنس، وقاعة الرياضات الجامعية بالإضافة إلى منشآت أخرى، جميعها أصبح في تمام الجاهزية لاستقبال أبطال المتوسط من 26 دولة للتنافس في 24 اختصاصا رياضيا. البعض منها شيد خصيصا للحدث والبعض الآخر أعيد تهيئته. المنشآت الرياضية، المركب الجديد، إعادة تهيئة قصر الرياضة حمود ليليس، إعادة تهيئة المسبح، إعادة تهيئة ملعب التنس، إعادة تهيئة ملعب الفروسية، هذا كلها يعني كانت فرصة هذه الألعاب باش استطعنا أن نرد الاعتبار لهذه المنشآت اللي ربما هي منشآت قديمة كانت على مستوى مدينة وهران والآن راهي بحلة جديدة. الهياكل القاعدية والمرافق العمومية هي الأخرى عرفت توسعة وتهيئة لضمان أفضل الظروف لضيوف عروس المتوسط طيلة فترة المنافسة. كان فيه في المرحلة الأولى 18 عملية، 6 عملية تتعلق بإعادة تهيئة الحدائق تاع مدينة وهران، 6 عمليات متعلقة بالإنارة العمومية وإعادة اعتبار الإنارة العمومية، و6 عمليات أخرى تتعلق باللاميناج مدية الإطوار وتهيئة الأرصفة. في المرحلة الثانية تم تسجيل كذلك 11 عملية في الإطار المخطط البلدي للتنمية. القرية المتوسطية فضاء سيجمع الرياضيين خلال هذا العرس، لا تبعد إلا بكيلومترين ونصف عن المركب، تتربع على مساحة تزيد عن 39 هكتارا، تتضمن 4266 سريرا مقسمين على 2263 غرفة. تتيح القرية المتوسطية للرياضيين التدرب دون تنقل، حيث تتوفر على 3 ملاعب و5 قاعات رياضية ومرافق أخرى. الجاهزية تاعها لاحقين كما حنا نقولوا 99%، خلاص كملنا الأشغال كاع كملت. علاش نقول 99%؟ هي كما حنا بقاو لي بتيت روتوش، كاين أمور صغيرة لازم نسكموهم. عندنا حنا سكون أبل أن تيست إيفنت إيواء مع شباب نجيبوهم باش نجربوا الإيواء تاعنا لو حاضر، إذا ما عندناش مشاكل في الصيانة وغادية قبل ما تجينا كما حنا نقول لك الدفعات تاع الفرق الأجنبية. العرس المتوسطي على الأبواب ووهران على أتم الاستعداد لتقدم للمتوسطيين ولبقية العالم نسخة مميزة عن ألعاب البحر الأبيض المتوسط.